العضو مفتاح. حياك الله اخوي عبد الله ماينر. ما يفتح افتح. وكان ردك حلو عن الامارات، وانا السعوديه اعتبرها بلادي. الله يحميكم. اسلام. حياك انت واصدقائك الحيوانات. طيب ممكن يجيك ان شاء الله. طب اسئلته. واحد، وقت تحب ان تكون وحدك فيه؟ وقت ايه؟ تحب ان تكون وحدك فيه. وقت احب اكون وحدي فيه وقت تمريني، لما احب او لما اكون بتمرن احب اكون لوحدي، لانه حتى ما حد يشوف فضايحي يعني من صرخات وجنون وبلاوي، فاحب اكون لوحدي بوقت التمرين. السؤال الثاني، اغلى هديه حصلت عليها وما هي؟ بكل فخر وبدون اي تفكير، اجمل هديه هي كوني حي، وهذه هدية من رب العالمين. مهما فعلت ما حقدر أرد هذه الهدية سوى بالدعاء دائم وبجد جد التواصل الصادق مع رب العالمين. سؤال الثالث، ألفت قصة قصيرة؟ زمان أيوة، زمان أيوة، لكن ماني من النوع اللي يألف قصص وينشر، ولكن كانت قصص، مجرد قصص فقط، ولا أعرف إيش كانت نهايتها. ناسيها. أوكي. سؤال الرابع، كلام سمعته يرحك. كلام سمعته وجرحني. ما في بصراحة، ما في، لأنه أنا ما أنجرح من كلام أبدا أبدا، ما أنجرح من كلام، وهذه ما هو تغطية ولا شيء، ولكن حقيقة مهما قال احد ومهما قال في حقي، ف اللي شفته اكثر منه انا انجرح بكلمه ولا شيء، لانه عمر الكلام ما يوديني ولا يجيبني ولا يمس شيء مني، ولكن بجد ما في ما في. طيب سؤال الخامس، انسان تعز على قلبك وما زال على قيد الحياه، انسان لازم يكون انسان؟ طيب هو ذلك الإنسان اللي خلفي دائما ويدفعني للأمام، كل ما شافني على غلط نصحني ورفسني وركني ودفعني للأمام. هو من وعاني، هو من بعدني عن الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه. الكل يعرف أنه عبد الله ماينر سووا بلاوي ومصايب كثير، يعني مصايب الحمد لله يعني اللي ينظر فيها أنا وليس غيري. بجد 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 أشكر ذلك الإنسان على كل ما فعله عشاني، ما بذكر اسمه. سؤال السادس، أعز تلميذ على قلبك من هو؟ أعز تلميذ؟ دحين شوف هنا كثير شباب كلهم يزعلون، ولكن حختار واحد، يعني ما المفروض ما اختار، ولكن مضطر اجاوب على هذا السؤال. ان كنت حختار واحد، حختار الشاب اللي عبد الله ماينر هو صار عبد الله ماينر. طبعا يحضر التمرين دائم باستمرار وما يغيب، ويحرص على حفظ كل الكلام اللي اقوله، وكل واجب ياخذه يطبقه على اكمل وجه. هذا الشخص هو اللي قاعد يقول الاسئله الان، قاعد يقول الاسئله هيثم الديني بدون اي مجامله. السؤال السابع، أجمل كلمة سمعتها؟ أجمل كلمة سمعتها طيب أجمل كلمة سمعتها بصراحة من طفلة صغيرة، أبوها أساسا كان ما يعرف أنها تنطق تمام، يعني طبعا هي فلسطينية على فكرة، يعني أوكي،
وأول كلمة قالتها ماينر. هذا الشيء اللي أبوها قال لي طبعا هو قالت كلمة قدامها ذاك اليوم استغربنا كلنا. بس أنا قلت كأنها قالت كذا، قال يا ابن الناس البنت ما تنطق كيف. بعدها بكم يوم اتصل علي قال لي والله يكون صادق الكلمة قاعدة تقول كذا وما رضيت تنساها كل شوية تكررها. فهذه الكلمة يعني ضحكتني بجد لأنه كان نطقها شوية مضحك. أوكي طيب، سؤال الثامن، مواصفات الزوجة التي تتمناها. قلت أنا قبل شوية. طيب أعيد مرة ثانية. طيب ثمانية يدات، ثمانية رجل، قرنين إلى آخر. طيب، أنا من أشد المعجبين بهيثم الديني، فما رأيك فيه بصراحة وما هي صفاته كما تراها أنت؟ وتحياتي له. يحق لك تعجب فيه لأنه إنسان بصراحة يستاهل هذا الإعجاب، وإنسان رائع بمعنى الكلمة. فأنت أعجبت فيه من حركاته، في ناس أعجبوا فيه من مهاراته، في ناس أعجبوا فيه بأخلاقه، ولكن قبل هذول الناس ما يشوفوه وقبل ما الناس يعرفوه أنا عجبت فيه في من أول ما شفته بصراحة. يعني يمكن هو ما يبغى نقول الشيء هذا، في يوم من الأيام قبل يمكن 7 سنين ما أفتكر، 6 سنين، كم لك سامي؟ 7 سنين؟ 6 سنين. جاء وأنا كنت أتمرن في مكان كده، في قطعة كده في مكان، المهم عشب كده، وجاء كان صغير شوية ومعاه دراجة أو السيكل. سألني أنت عبد الله ماينر؟ قلت له أنا عبد الله ماينر. قال لي أبغى أنا أتمرن كيف وما كيف. الشباب كلهم صحي يبغى يستمع القصة هذه. أوكي طيب، المهم أنا طالعت في الولد هذا فاستغربت لأن المكان هذا ما في سكن قريب من هنا. فسألته أنت من اللي جابك هنا؟ قال لي أنا جيت عن طريق الدراجة. فين ساكن؟ قال لي أنا ساكن في الحي الفلاني، والحي الفلاني هذا كان بعيد جدا عن المكان هذا، بالفعل بعيد. يعني ولد صغير يقود الدراجة من المكان هذا إلى هنا حبا في هذا التعلم وحبا في الوصول. فهو كان سمع أنه أنا موجود هناك وجاء يعني في ذاك الوقت، وكان المكان الوقت كان ليل كمان ولا لا يا هيثم؟ صح؟ إلا فهذا من ذيك اللحظة أنا عجبت فيه بصراحة، و زي ما انت عجبت فيه انا عجبت فيه من ذاك اليوم يعني بصراحه، ويستاهل هذا الاعجاب. ومن هذاك اليوم الى هذا اليوم ترى ما يغيب، ومواصل محافظه على تمارينه اول باول. وهيثم واحد دان، وفي القريب يعلق 2 دان، وهو اول نينجا في سنه في هذا الشب او في هذا في الوطن العربي عامه. اوكي، مو في الوطن العربي فقط وانما في سنه في جميع الدول العربيه حاصل على هذا الدان، ويستاهل صفقه واعجاب. سؤال 10، أعتبرك أخي، لذا سأسألك هذا السؤال الخاص، هل أحببت يوما فتاة ولم تستطع أن تتزوجها لظرف من الظروف؟ لاحظ أنك أنت، هذا من هو؟ هذا المفتاح. مفتاح، لاحظ المفتاح أنك أنت تسأل عبد الله ماينر، ما تسأل عنتر بن شداد. طبعا أنا أقول لك نعم، أحببت فتاة وحاولت أتزوجها. اوكي، فالغريب في القصه انه هي كانت دائما معايا الفتاه هذه يوميا معايا. فبس المشكله انه كل ما حاولت اتزوجها كانت ترفض 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 ترفض. فكان جوابها لي او سبب رفضها انه كيف تتزوج يا بني ادم من سيف؟ فأدرتها. اوكي، فبالتالي صارت معايا على طول بدون زواج. سؤال 11، عندما تنوي الزواج هل ستجعل الأهل يختاروا لك أم ستختار بنفسك حسب هواك؟ احنا هنا في مجتمع ما يسمح لنا نختار. بعدين على فكرة انا من الجنوب، من تهامة يعني. اوكي، يعني عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بأن تتعرف على بنت على هواك، او انه احنا ما نسمح لهذه طبعا الأهل حيختاروا، هم يشوفوا اول، وبالتالي ينقلوا لي المواصفات والخلق وإلى آخره. فإن كنت من أحنا الناس اللي نثق بأهالينا كثيرا ونمشي على، ولكن في نفس الوقت ما إحنا كور يعني، محل ما يشوتوننا نمشي.
اوكي محل ما يشوتونها، خصوصا في امور الزواج يعني. انت عليك كانسان عاقل تستمع من اهلك، وبعدين في شيء اسمه النظره الشرعيه، تشوف وانت تقرر ان ناسبتك او ما ناسبتك. اوكي فبالتالي، اما في ناس يقول لك انه لا لازم يكون حب بعدين زواج او ما ادري ايه، الحب الحقيقي ياتي بعد الزواج وليس قبل الزواج. That's it. Both يعني اخذ مشوره اهلي وبالتالي مشورتي. متى تنوي الزواج ان شاء الله؟ عشان نحضر عرسك او بتم عزابي مثله؟ لا ما حتم عزابي، لانه قريب حتشوفون ان شاء الله، ان شاء الله ان الله احياني والا سهل تشوفون نينجا صغير كذا ينطنط في المنتدى. اوكي بحول الله زواجي حيكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله next month، الشهر القادم ان شاء الله. مبروك، الله يبارك فيك. طيب السؤال الثالث عشر، اسماء الذكور التي تحبها. اسماء الذكور التي احبها، اسم والدي محمد. محمد. طيب اسماء الاناث، ما اعرف يعني، ما اعرف لانه ما لي اذن كذا رنانه كذا الاسم يجذبني ولا لا، بالعكس عادي. انا اشوف ان كل اسماء الاناث جميله جدا جميله جدا، ف حاولوا تصدقوا بجد بجد انه انا انظر المراه نظره احترام وتقدير وهذا، فكل شيء فيها جميل يعني. يقول لك مفتاح، ان شاء الله ما تكون اسئلته صعبه، ومشكور كابتن على هذا اللقاء الرائع. العفو مفتاح. العضو ضرغام. الاسد. ضرغام اسئلته مباشرة دخل في الأسئلة. طيب حلو. دخلت تمارين الحديد منذ فترة والحمد لله التطورات أشوفها في جسمي بشكل ملحوظ. ما شاء الله. وبدأت بالتقسيم العضلي واللياقة العالية. ما شاء الله. يسألك عن رأيك في المكملات التي استخدمها مثل أوميجا 3. أوميجا 3. طيب يا درغام، أنا من النوع اللي ترى أنا لو تشوفني قدامك أنا ماني ممارس كمال أجسام ولا عضلات ولا، يا دوب إنسان عادي جدا. يحط له الفرصة انه يتمرن على ما امامه من طبيعة يعني كتسلق ونينجا وغيره، واما المكملات والبروتينات وهذه فلا افقه فيها شيء يعني الصراحة، ولكن انصحك انك تسأل مدربين كمال الاجسام فقد يفيدوك. صحيح اني انا مارست مدة كذا هذه، ولكن تركتها ب انه ثقلتني وما حسيت في منها اللي انا حطلع منها بفائده يعني، غير بس الحجم، والحجم ترى ليس كل شيء بالنسبه لي يعني. اوكي فعشان كذا انا اقول لك المكملات الغذائيه اهم لك من مصادرها الطبيعيه، اما اوميجا ما اوميجا قد تكون مكملات بشكل اخر او ما اعرف، ولكن جرب انت. طيب هو سالك عن اكثر من واحده، سال عن اوميجا ونو اكسبلود، بس بالتالي انت تكون جاوبت عليها كلها كده مع بعض. طيب اوكي هختصر انا كمان، انه كونه طلب اكثر من نوع وفي النهايه هو يسالك يقول لك اذا كنت تعرف مكملات تنصحه بها. شوف اول شيء خذ المكملات هذه اللي معاك 1 2 كم 3 عنده؟ كاتب 3. اوكي 1 2 3 حطها على جنب، وخلفها لابد انه يكون ايش؟ ماذا تحتوي هذه المكملات؟ اوكي شوف اعلى نسبه يحتاجها جسدك، انت شوف نص جسدك ما الذي ينقص جسدك، وانظر كم نسبته هنا. اوكي فهنا من هنا انت تعرف، ليس بالاسم، انا لا استطيع ان اقول لك انه هذا اسم احسن من هذا، الاخير كلها شركات، ولكن جسدك يحتاج شيء معين من البروتينات من الفيتامينات، فشوف مصادرها كم فيها حديد كم فيها كربوهيدرات كم فيها الى اخره. اخر نقطه حسب كلام التخسيس والتنشيف، احنا نعرف ان التنشيف ياتي بالاوزان الخفيفه والتكرار، ولكن هل يوجد هناك بعض المكملات تساعد في ذلك؟ لان حسب معرفتي ان اغلب المكملات الحارقه للدهون غير مفيده ومضره وكيميائيه. صحيح كلامك صحيح يا ضرغام، انا ما اقدر اجيب شيء كمان زياده على اللي انت قلته. التكرار والعد الطويل يعني انك تاخذها على عدات اطول من تاخذ عدات قصيره، انك بهدف حرق العضله
تحصل على التنشيف او التقسيم. اوكي، اما المكملات ما مكملات صدقني لا تسالني، اذا بتسالني بقول لك روح على الخمير والحلبه والعصيده وودي. طيب واخر كلام على العموم، اذا عندك اي نصائح ثانيه بخصوص تمارينه في النادي الحديد او كمال الاجسام راح يكون مشكور لك، لانه ما راح يوقف حتى يصل جسمه مثل اللي في الصوره. اي صوره ما ادري. طيب في صوره حاطها. طيب اوكي، عموما اتمنى لك كل الخير والتوفيق يا ضرغام، ونصيحتي لك انه في اي رياضه كنت وفي اي مهنه وفي اي واصل طالما انت مقتنع فيها واصل، ما عليك كلام الناس، تمرن واحرق زي المجنون لحد ما توصل لهدفك ومبتغاك، وابدا لا تيأس ولا ترجع. هذه هي نصيحتي لك.